وين دوروك لهلا؟ استاذ نحن جاهزين وقسمنا بعضنا. عن جد؟ والله رغم انه قلبي ما بيسمح لي اني بعد عن قلبك ابدا، بس تقسمنا استاذ. يعني انا اللي قلبي بيسمح لي انه بعد عن حبيبتي مثلا؟ بس شو اعمل اذا عمر بيغار منا؟ استاذ ابك واوجان وانا وسوسن واسيا معنا، ونحن الفريق الازرق. دوروك معنا كاهان، بيرك وهاريكا. ها وهي دروك وصل. واخيرا. ها وينكم؟ ليش هيك حالتكم؟ دولاب بنشر استاز، امنا غيرناه. رفقاتكم قسموا بعضهم لفريقين، آسيا انت بفريق عمر، ودروك انت طلعت بنفس الفريق تبع تولجا. يلا غيروا تيابكم كرمال نبلش. ماشي يلا بسرعة. اذا بدكم خلونا نتمشى عمهلنا من هون. رح عيد للمرة الأخيرة يا شباب، هدفنا هو تلاقوا العلم اللي أنا خبيته وترجعوا خلال 20 دقيقة لهون. تصويب على الرأس والعين ممنوع. أوجان اللي بينصاب بيطلع. رح نبدأ لما تكونوا جاهزين. الفريق الأحمر من هالطرف والأزرق، بس تجهزوا رح نبلش. بتقدروا تروحوا على مطارحكم. امشي حسبي الله. شو عملت انت؟ انت مجنون شي؟ ايه قلبي ما طاوعني خليك تصب لي حبيبتي يا عمري. انت اوه شو عم تعملي؟ كنت عم احكي مع محارة. ما اجينا لحتى نحكي، اجينا لنلعب. ما شاء الله شو هالهمة؟ يلا طلعوا تصاوبتوا. مو محسوبة هي. على فكرة على الأغلب هيك صار محسوب. لشو هالحركات هي يعني هلا؟ بالحرب ما في محل للعواطف. كفك كفك. في مطرح مخبى، امشي. شفت؟ ضربونا بسببك. جينا نصيدهم أم اصطادونا؟ بسببك انت، ليش لتحميها اصلا؟ بسببي؟ ليش انت ما قوصت عليها؟ شو قصدك بهالحكي؟ هي لعبه. قوص اسيا معناتها ولا قوصها انا؟ تعالي لنتخبى هون شوي، بس نطلع منكمل على الباقي. شفتي كيف صار دروك شكله عصب؟ ايه منيح اصلا، ونحن جايين على الطريق قال انه قرا كتاب عن هي اللعبه. يا بنات. إيه شو عم بيصير؟ مثل ما شفتي يبدو تصاوبتوا. قوص قد ما بدك، نحن رح نفوز ورح ناخد العلم. ايه اكيد. يلا خلونا نشوف مين رح ياخد العلم بالاخير. ايه رح نشوف. حقير. يلا. وكن دندن
Ben iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.